علي بن أبي طالب قاتل بمعركة الجمل، ربح المعركة يوم ما ربحت علي بن أبي طالب جابوا له أسرى، حد من الأسرى مروان بن الحكم الوزغ ابن الوزغ. عائشة تقول له أنت فضض من لعن رسول الله، تقول له لعنك رسول الله وأنت في صلب أبيك. قال لعن الله الحكم، لعن الله من في صلبه، كنت أنت بصلبه. مروان بن الحكم واحد من جابوه من علي بن أبي طالب مستتف. مروان بن الحكم ماكو حادثة بيها أذية لآل محمد إلا وتلقاه هو أول واحد بيها. كل قضية صارت بيها ظلم لآل محمد إلى إيد بيها، أول إيد إلى بيها. كانت فرصة علي بن أبي طالب أن ينتقم من مروان شر انتقام، هذا حسب تفكير أهل الدنيا. عدوه ولا سمته شي خلصه بعد. علي بن أبي طالب باوع له، قال له مروان هذا نعم، قال له أما الآن وقد وضعت الحرب أوزارها طين ظهرك ولي، قبح الله وجهك، لو واقف قدامي بالحرب أقص رقبتك، الآن أشوفك متشتف قدامي أعزب عن وجهي، قبح الله وجهك.